انت بتلعب كرة شرقية وصالات كتير وسافرت مع المنتخبات ناشئين وشباب وفريق أول، ايه أبرز المواقف الغريبة اللي تعرضت لها خلال سفريتك مع المنتخب؟ يعني ممكن في السفرية كانت 2020، كانت في إريتريا، مع دي كانت قبل كورونا، مع منتخب الشواطئ. احنا مبدئيا سافرنا، نزلنا في مطار شبه في الشارع، رحنا دولة كده، رحنا مكان في البلد، يعني المكان طلعنا له جبل كان من طريق واحد، يعني منك على تحتك السحاب، ويعني العجلة لو جات يمين شوية انت على الأرض خلاص. قعدنا ساعتها 5 ايام، ولا في نت ولا اكل ولا شرب، وجالنا السفير من جنوب السودان، افتكرونا ان احنا اختفينا ونزلوا في الجرانيل اختفاء بعثة الكرة الطائرة الشاطئية، وكان بالنسبة لنا موضوع غريب بصراحة، بس انا كنت مبسوط برضه، يعني بحب اعيش الاجواء دي برضه. الاجواء دي تبقى منعزل عن العالم شويه.